مرفوعة بالرأس وقال اللاعب ديالي علي اري كاين 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 بابا بابا فعلها كاين جول 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 هذا هو المرعب وهذا هو المخيف وهذا هو الذي اطاح ببوفون واطاح بيوفنتوس فعلها اري كاين على خط المنطقة على خط التسلل ديالي علي اري كاين بعيد الامام الكرة وصلت دوغلاس كوستا وسيرجيو ريه والحكم المساعد رافي يبحث عن هاري كين ترجع له مرة ثانية إريكسون أي 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 إريكسون إريكسون مازال إريكسون إريكسون وتوزيعة خطيرة وبالراس ديلي علي عندما يخرج هاري كين على التمريرات لاميرا عنده الكرة طلبها سيرجيو ريه لاميرا مازال باليمنى خطيرة ديلي علي وبن عطية con il numero 30 Betancourt الكرة تنفذ خطيرة وصل على الجهة اليمنى لسيرجيو ريه سيرجيو ريه يحاول يمر يوزع كرة أمام برناردسكي يستلم الكرة هاري كين يا بوفون كذلك هاري كين ثلاثي فنان بوم رائع جدا في تنفيذ هذه المخالفة با 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 جول كريستيان إريكسون يطيح مرة ثانية ببوفون